عزول ايت ما اسمع معكم حبيبتكم دهيا اللي تحبكم قد الدنيا. اليوم جيت نحكي لكم على موضوع اللي راه داير بس في قاع السوشيال ميديا واللي بزاف 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 ولاد وبنات طلبوا مني اني نحكي فيه، واللي هو الهجره الى روسيا. كيما عبرنا قاع باللي روسيا في اخر فتره فتحت الجهه الشرقيه منها انك تقدر تسافر لها بدون فيزا، وهذه يعني هذا الموضوع دار حاله في السوشيال ميديا ما بين الاولاد والبنات وما بين في كل شيء صراحه. على بها طلبوا مني اني نعدد على الاقل اكثر الاشياء المهمه اللي بسببها الشباب راح يحب يهاجر الى روسيا. قبل ما نبدا نعدد هذه الاشياء نحب نقولوا للبنات وللولاد بلي كل انسان هو كبير يعرف مصلحته، مسؤول على نفسه وهو حر انه يدير واش راه يحب. يعني حب يروح روسيا، حب يروح لكندا، حب يروح لاوروبا، اي مكان هو حر ويدير اي حاجه تحبه وتساعده. وباه ما نطولش عليكم خلوني ندخل ديريكت في الاسباب. السبب الاول اللي يخلي الاولاد الشباب يروحوا لروسيا، ولما راني نقول الشباب المقصود به البنات والاولاد، يعني لان روسيا ما فتحش للاولاد برك وانما حتى البنات لو حابين يروحوا يقدروا يروحوا. المهم السبب الاول اللي يخلي الشباب يروحوا لروسيا هو انه روسيا تعد من الدول العظمى والدول المتقدمه والمتحضره في العالم، وهذه الدوله هي الوحيده من الدول المتقدمه والمتحضره اللي فتحت بلادها بدون تاشيره للشباب الجزائري. وكي راني نقول هكا نكونوا صريحين مع بعضنا، باش نكونوا صريحين مع بعضنا وما نقعدوش نشكلوا نخرطوا على بعضنا سورتو بزاف خرطه راهي دور هاد الايامات. طبيعة الإنسان في غريزة الإنسان حب الهجرة، يحب يبدل، يحب يستطلع، وفضولي يحب يعرف. مادام هي دولة متحضرة سي نورمال بزاف بنات ولاد يحبوا يشوفوا هاد يروحوا لهاد البلاد، يشوفوا هاد البلاد متحضرة، يشوفوهم كيفاش عايشين، يشوفوا الطرقانة تاعهم، يشوفوا السكاني تاعهم، يشوفوا أسلوب حياة في هاد الدولة المتحضرة. هذا السبب الأول وهو ممكن السبب الرئيسي اللي يخلي بزاف ناس ناويين يهاجروا. السبب الثاني هو لان روسيا يقول لك باللي حقوقك مضمونين كما واجباتك باينين. وكي يقول لك حقوق تاعك مضمونين كما واجباتك باينين، هذا في حاله اذا هاجرت يعني رحت بالطريقه القانونيه الشرعيه. هذه حاجه تخلي بزاف ناس يحسوا امنوا يحسب بلي كي غادي يروح لروسيا سيبور راه رايح الجنه، ما عبالش بلي راه رايح لروسيا الشرقيه. وما يهمش عادي، حتى انا حابه نروح هكا نشوف كيف روسيا الشرقيه اذا كتب لي ربي. زعقه معاكم البنات الاولاد. المهم هذه تخلي الاولاد والبنات يقولوا بلي سيبو رانا رايحين الجنه، معناها عندنا حقوقنا كامله، معناها قدو نديرو كذا وقدو نديرو كذا، ويحسبوا بلي قد يقدروا تماك يعطوهم صوالح اللي في بلادهم ما كاش. رغم اننا قلنا بلي الهجره بطريقه شرعيه يعني مده شهر برك، حنا ما عبالناش كون تقعد تماك بطريقه غير شرعيه واش راح يصرى من موراها، ماناش عارفين حنا شكاين. بس كنت باش الدوله كيما روسيا تحلك يعني بيبانها بليله ونهار حتى كذا وكذا وكذا فيها بزاف صالح، انا ما باش نحكي فيهم في القناه تاعي. المهم الحاجه الثالثه وسبب الثالث الرئيسي اللي بسببه بزاف ولاد وبنات حابين يروحوا روسيا هي ماشي على جال روسيا، وانما حابين يديروا روسيا طريق، يعني حابين من روسيا يدخلوا لبلدان اخرى اوروبيه مع بني شايله كل واحد وين حاب يروح. اما السبب الرابع وهذا الرابع يخص غير الاولاد ما يخصش البنات، انه كاين في روسيا بنات يقدوا يعطوا للاولاد صوالح باطل بنات وبلادهم ما يقدوش يعطيهم لهم. المهم هادو هما الصوالح الاساسيين اللي علاش جالهم الشباب الجزائري حاب يروح لروسيا يستكشف يستطلع، كل واحد على واش حاب يروح. المهم انت يا اللي كنتي تشوفي فيا ولا انت اللي راك تشوف فيا كتب لي تحت في التعليقات علاش راكم حابين تروحوا لروسيا، ولا هل راك حاب تروح، هل ما راكش حاب تروح، كتب لي واش هو الراي تاعك في قضيه تاع روسيا، كتب لي كاع هاد الصوالح تحت في التعليقات سواء كنت بنت ولا ولد. ونقول لكم شكرا على المتابعه، وراني البنات والولاد اللي طلبوا مني نهضر على الموضوع فوالا راني هضرت على هذا الموضوع وراني درت لكم الحاجه اللي راكم باغينها. ما تنساوش لايك، واذا كنت جديده ولا جديده معنا ما تنساش دير سبسكرايب ابوني في لاشين هذه في الزر اللي جاي داير كيما هكا، وشكرا.